السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم محمد ملا. يا جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الرحمن، دامكم جدا بطل، شكرا لكم. وقبل أن نكمل في مقطع يا جماعة الخير، حاب أقول لك يا عزيزي المشترك سابقا، أو إذا أنت كنت مشترك جديد على القناة، الله يسعدك إذا اشتركت، أو إذا أنت كنت مشترك فعل زر التنبيهات، الله يسعدك يا رب، فعلهم عشان إذا نزلت مقطع تكون معايا موجود من يوم ما ينزل، لأن دعمكم جدا بطل يا عيال. على عدد المشتركين بصراحة، فأنا أشكر أمكم إنكم تتابعوا مقاطعي. في مقطع اليوم يا جماعة الخير، زي ما أنتم شايفين في المقطع، عدة أمور أتحداك إذا قدرت تلاحظها في إعلان باتلفيلد 2042. أنا شفت إعلان 50 مليون مرة، فإن شاء الله الأمور هذه حتصدمكم، واللي عرف منها يكتب لي تحت في التعليقات ونشوف قديش قوة ملاحظتك في الإعلانات. فايب هيا بنا. طيب يا جماعة الخير، الآن خلونا نبدأ بالأمور اللي أنت ما لاحظتها كمشاهد لإعلان باتل فيلد. أول شيء اعذروني على صوت العصافير كالعادة، يعني ما أقدر أسكتهم. فيا خلونا نبدأ في المهم. زي ما أنتم شايفين يا جماعة الخير، خوينا الطيارة ماسك سلاح في يده، لكن بعد شوية حتشوفوا السلاح اختفى. ما هو في يده، ما هو في يده لا بذي اللقطة ولا بذي اللقطة، اختفى السلاح مرة. فين راح السلاح؟ الله أعلم، الله أعلم. هذا من الأمور اللي أنا بصراحة دققت فيها في البداية، ما لاحظتها، لكن الآن لاحظته. فين السلاح راح؟ الله أعلم، ما تدري فين. اللقطة الثانية اللي هي حقت الفراشة، وأغلبكم يعرفها، اللي هي الفراشة اللي تطلع من الكلب لما يبدأ يمشي، لكن أغلبكم ما لاحظ إنه يا عزيزي في فراشة ثانية قاعدة تطير هنا محدود عليها بالماوس. ابدا المقطع حتشوفوها تتحرك، شايفينها؟ في فراشتين يا عيال. يب، اللقطة اللي بعدها حتكون لقطة غريبة شوية، اعتقد انه خطأ في الاعلان. في دبابة حتجي على اليمين هنا، ركزوا، شايفين؟ فجأة وقفت. اذا ما انتبهتوا لها، اللقطة دي ما ينطفش منها وقسم بالله. شايفين الدبابة يا عيال وهي ماشية تبى تهرب، وفجأة وقفت. عارف في حاجة وقفتها، حجرة، الانيميشن وقف، ما تدري ايش الهرجة. اللقطة هذه خلينا قبل ما اوريكم، هي ترى في حاجة مرة حلوة. الانسان سبحان الله لما ينطعم في اي مكان من جسمه، عرقه ينتفخ فجأة، العروق اللي حول الجرح تنتفخ فجأة، تصير كبيرة. ففي اللقطة هذه الرجال لما نطعم في رقبته، شوف ايش صار في العرق اللي في رقبته، شايفين عيال؟ شايفين كيف العرق انتفخ؟ ديتيل يا حبيبي، ديتيل، والله ما حد انتبه له ذا الا المدقق يا رجل. طيب لاحظت شيء؟ نعيد لكم اللقطة شويتين. ما لاحظت شيء صح؟ طيب تعال انا اقول لك يا حبيبي ايش الهرجة. بداية اللقطة شوف الجنود، طالع في الجنود واقفين مكانهم صح؟ هيا خلينا نكمل المقطع طالع فيهم. لهذه اللحظة واقفين برضو الجنود، واقفين، لكن شو متى حيتحركوا؟ دحين بدوا يتحركوا، عرفت كيف؟ بداية الكاميرا هي جاية بسرعة، ترى كانوا واقفين كذا، عارف؟ ما في حد يتحرك، لما قربت الكاميرا بدوا يتحركوا. إذا لاحظت هذا الشيء برضو اكتب لي تحت في الكومنتات، تراني محتاج أسمعك. فلقطة هليكوبتر يا جماعة الخير، زي ما أنتم شايفين هيجي ينتف في كل اللي في العمارة، ما حد طخ في الهليكوبتر، أنا ماني عارف ليش، لكن في واحد عجبني، هذا أنا، الواحد هذا أنا، عارف؟ شايفين ذا؟ هذا الكلب هذا، شايف؟ الناس كلها أوه خايفين ومدري، شايف ذا؟ شوف هو يجري كيف؟ جرى صح؟ شوف وين رايح يا الكلب. شايفين هذا الراس الأسود؟ بالله دققوا عليه الراس الأسود ذا، شوف فين نط الورق. شرد يا عيال، والله العظيم انه شرد. هذا انا لما اشوف هليكوبتر ما حقعد اطالع فيه وخليه يقتلني، لا ورب الامان لا اجري وانط من فوق العماره ولا علي احد. طيب نجي لقطه الجت اللي كلنا نحبها. في لقطه من هذه اللقطه، اتحداكم لو لاحظتوها ركزوا لي على الجت اللي ورا. شايفين يا عيال ايش لاحظتوا في الجت اللي ورا؟ عشان تركز معايا الان، هذا الجت الاول واللي بعده، ركزوا عليه هو ورا.
لاحظت شيء صح؟ الان بديت تلاحظ اعتقد الفريمات حقت الجت يا عيال فريماته ناقصة مرة، كأنها 20 فريم، ما هي زي اللي قدام. شوفوا شايفين فريماته ناقصة، ما هي زي فريمات اللي قدام. اذا لاحظت هذا الشيء كلمني كمان في التعليقات، قول لي انا لاحظت ان فريمات الجت الخلفي هذا ناقصة عن اللي قدام. في اللقطة هذه يا جماعة الخير ابغاكم تركزوا لي على جندي. شوفوا الجت لما انفجر، شايفين هذا كيف طاح؟ شوفوا يا عيال ركزوا لي على ذا، شايفين كيف فقد توازنه من الانفجار، فقد توازنه من الانفجار. يا سلام يا سلام يا اخي، يعرفوا يسووا اعلانات وقسم بالله. طيب الان يجي لقطة الطيارة واللي هنا بصراحة مرة ضحكني بصراحة في الهرجة. الاعصار الان واقف مكانه، حلو ما يتحرك. حلو شوفوا لما يبدأ يمشي، شوفوا الان الاعصار بدا يمشي، غطى الدبابة ما طيرها، ما في مشكلة. الان بدأت الامور تطيح والناس بدأت تطير. حلو هيا ركز لي بالله، ركزت في حاجة ما انتبهت لها صح؟ طب انا ارجع لك شويتين ورا. الناس الان واحد اثنين ثلاثة اربعة كلهم قاعدين يطيروا صح؟ طيب شيك لي على ذا يعني هنا. التوك توك بكبره طار، اما ذا مع السلاح يا رجل. شوف السلاح هنا طاير، الناس طاير، حتى ذا. لكن شوفوا هذا اعلان محدد عليه هنا، ابدا المقطع رايح يجري. انا ماليش دعوه، هم يطيروا انا ليش اطير؟ انتوا بلوه انتوا ولا انا ليش اطير؟ انا من جد ليش اطير؟ والله العظيم يا عيال اقسم بالله انا عارف انها اخطاء، بس هذه الامور لما انت تتابع المقطع من جد، لما تتابع الان اكثر مره حتلاحظها بالراحه. يا لب هيا اسمع لي الدقه، اسمع لي. ووو ليتس جو باتل فيلد ليتس جو. طيب يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع، ايش رايكم يا ابي؟ فكره المقطع حلوه ولا ما هي حلوه؟ معليش يا عيال اذا شفتوني اشغل لكم المقطع وكذا، لانه حبيت اكون معاكم في الشرح عشان تفهموا الهرجه كلها. المقطع ما منه اي فايده بكل صراحه يعني، بس هو مقطع ترفيهي في النهايه يعني، حتشوفه تقول اوه هذا يدق كثير، بس خلاص يعني هي كذا، هذه خلاصه المقطع، ما منه اي فايده، ما منه اي اخبار، ما منه اي تسريبات. فيا اتمنى المقطع عجبك، انشره لخويانك، ويلا امان الله.